يكب على وجهه أحدى أم أن يمشي سويا على صراط مستقيم. الحمد لله الذي يرفع من عباده بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والصلاة والسلام على نبينا محمد المنفذ الأول للهدي القرآني الرباني على أرض الواقع. أعظم رئيس ونحن نتلسع لأحد الاستقلال المجيد والنبي مصطفى صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تأذن لي أن أرحب باسمكم لضيوف الكرام الذين شرفونا هذا المساء ليشهدوا معنا عظمة الإنجاز، وبأن وفق الله إلى التنبيهات في تأسيس الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية الإيرانية على تقوى من الله ورضوانه، حتى صارت علما تحدث عنه الأجيال. أخ الرئيس والحضور الكريم، هذا يوم الحمد لله عز وجل أن هي لأن السودان آل الصرح الشامل مغارة صالحة للعلم والتعلم استشعارا لعظمة الله وامتثالا لأوامره والتزاما بموجهات القيادة وتوجيهاتها لإعداد القرارات وتأديب القيادات في إعداد السياسات ونشر الفكر والمعرفة الاستراتيجية والأمنية وإنزال ذلك إلى حلم الواحد حتى ينعم هذا الوطن العزيز بالأمن والاستقرار. أخي الرئيس، هذا يوم الحمد والشكر لله لأن وراء هذا الإنجاز قيادة حكيمة نظرت عن المستقبل فكانت صورة التعليم العام التي نشهد ثمارها في كل ناحية من أرض السودان حتى غابت حولا عميقا على جيراننا وأصدقائنا. هذا يوم الحمد والشكر لله لأنه سيهيئ لنا بأكاديمية عليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بيئة صالحة للعمل ومضاعفة للجهود وللإنجاز على ما سبق من إنجازات للإيثار في متطلبات التعليم العالي والإعداد وصناعة القرارات الاستراتيجيين وتأديب قيادات الدولة ورفع قدراتها ومهاراتها في العلوم الاستراتيجية والأمنية في المركز والولايات. هذا يوم الحمد والشكر لله لأن هذه الأكاديمية متخصصة في تكوين القيادات أو إعداد ونشر وتقسيم الفكر والمعرفة الاستراتيجية والأمنية وعلوم المستقبليات والدراسة العلمية في مجلس الزمالة والماجستير والدكتوراه. تستطيع أن تأخذ الورش والندوات والمحاضرات والمؤتمرات المتخصصة لمناقشة التحديات والمهددات وكيفية إدارة الصراع الاستراتيجي والأمني الذي يهيئ لهذا البلد العظيم أن يكون دولة قوية علما بين الأمم كما يمكنها من قيمة المجتمع ومؤسسات الدولة لتحقيق سياساتها وأهدافها. هذا يوم الحمد والشكر لله أخي الرئيس أن هيأ بهذا الأمر المحاضرات قيادة واعية بأهمية العلم والاحترام سبيلا لتحقيق الأمن والاستقرار المتقدمة أسوة للدول المتقدمة. فلسنا أخي الرئيس بأقل من الآخرين في شيء فكان هذا الصرح الشامل. الحضور الكريم، هذا يوم الحمد والشكر لله لأنه يحق لنا به أن نفخر به
التالي الصينية، شركة خوارزم الدين الصينية، والمهندس ابن حلفة إيهاب أحمد. وحق يا أبناء السودان للخير بهذا الإنجاز، والذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله ومن ينهى من العلم فيه صدقة جارية تتنزل بها الرحمات والبركات على أهل السودان جميعا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المباركة لهذا الجهد الكبير. نحن
في التعليم العالي لنا بعض المطلوبات، ومن أهم مطلوبات التعليم العالي توفير البيئة التعليمية الممتازة التي تمكن الأساتذة والدارسين من الحصول على المعرفة المطلوبة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني المؤسس لهذه الأكاديمية تمكن من توفير هذه البيئة الممتازة، ويمكن أن نقول أن هيئة التقويم والاعتماد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أجازت له هذه البيئة. بيئة لأكاديمية متميزة في الإنتاج المعرفي وترقية قدرات القيادات في العلوم الاستراتيجية والأمنية، كما قال مديرها، لتحقيق الأمن والاستقرار. تتميز هذه الأكاديمية من خلال رؤيتها ورسالتها التي عرضت علينا بتحقيق متطلبات التعليم العالي في نشر الدرجات العلمية العليا وفي إعداد البحوث والدراسات في المجالات الاستراتيجية والأمنية خدمة للمجتمع ولترقية وتدريب القيادات في مختلف المستويات والاتجاهات. سيد الرئيس، الإخوة والأخوات، شهود هذا الاحتفال، أكدت التطورات العلمية أن تحقيق الأمن يتطلب منهجاً علمياً استراتيجياً، هو منهج ظل يلتزم به الجهاز والأكاديمية، الأمر الذي انعكس واقعاً معاشاً في بلادنا التي تنعم بالأمن والاستقرار والسلام. ونتوقع أن يزداد عطاء الأكاديمية مع الجامعات الوطنية، بل وتدخل في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، لأنها تهدف لتحقيق أعلى المعايير في التعليم والبحث، فقد كرست لها جهود بالكامل للدراسات العليا، ما يجعلها فريدة من نوعها بين مؤسسات التعليم العالي، فهي تجمع الدراسات الاستراتيجية والأمنية لنفر قد تلقوا تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي، وتضم كذلك أكاديميين متميزين من جامعات سودانية ونخبة من الأساتذة يعملون على تأسيس البيئة الأكاديمية التي تواكب هذه البنيات التحتية. تعمل فيها هيئة التدريس مع الطلاب المختارين من السودان والإقليم لتحقيق التميز في كافة المجالات، وقد شاهدنا إفادات البعض منهم في هذا المساء. سيد الرئيس، الإخوة والأخوات الحضور، نؤمن إيمانا عميقا بأهمية الجمع بين الدراسة النظرية والممارسة وخدمة المجتمع، فهذه هي مهام التعليم العالي. وبما أن الأكاديمية مؤسسة ذات مسؤولية اجتماعية، فإننا نرى أن بناء القدرات المحلية والإقليمية هو جزء مهم من مساهمة التعليم العالي في تنمية المجتمع. يسعى أهلها إلى إشراك كافة القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية في البرامج التي تخدم احتياجاتهم جميعاً، وهكذا يسرع في وضع الخريجين منها تعميق معرفتهم النظرية وسقف خبراتهم العملية من خلال الاستفادة من الفرص الفريدة التي توفرها كأحد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. إنه لشرف عظيم لي أن أشهد انتقال الأكاديمية لهذا الصرح الفريد، وقد راقبت الجهود التي تفانى في بذلها العديد من المسؤولين من أجل بناء هذه المؤسسة من نقطة الابتداء، وأنا أدرك تماما ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي.
يحقق كل منهم. هذه البيئة الجميلة التي يتفاعل فيها الأكاديميون مع غيرهم في الأبحاث بهذا التصميم المعماري الجميل الذي خصص لتحقيق غايات هذه الأكاديمية بترابط المرافق الأكاديمية التي رأيناها والاجتماعية والترفيهية ضمن حرم هذه الأكاديمية تعزيزا للنشاط الفكري والاجتماعي والثقافي. هذه الأكاديمية سيكتب لها أن تدعم البحوث العلمية الإبداعية، فمحيطها وجوها يوفر لها هذا الأمر، وطلابها المستقطبون من كل بلدان العالم من الدول العربية والإفريقية هم من المؤهلات أو من ذوي المؤهلات الأكاديمية العالية الملتزمين بقضايا مجتمعهم المتوافقين مع رسالات بلدانهم. من خلال هذه الأكاديمية يرفدون الإقليم والعالم بكوكبة من المثقفين، وقد قيل لي أن كوكبة للرجال وسرب من المثقفات الشباب الذين سيتخذوا مسارات مهنية في العلوم الأمنية والاستراتيجية. سيد الرئيس، الإخوة والأخوات الحضور، اسمحوا لي في هذا المقام أن أحيي ضيوفنا الكرام الذين جاءوا إلينا ليشهدوا معنا افتتاح هذا الصرح الكبير الذي نأمل أن يستفيدوا منه وأن يستفيد منه طلابهم. وأخيرا أقول أننا نشهد مختلف المجالات ومختلف المناشط لخريجي ثورة التعليم العالي. رأينا هذه الجهود التي قام عليها مهندسون سودانيون ومصممون سودانيون، ورأينا كذلك بناتنا اللائي أتحفننا بهذا الكورال الجميل الرائع بقيادة الأستاذ مصطفى شريف. سيد رئيس الجمهورية، الإخوة والأخوات الحضور، نتشرف جميعا بأن نكون ضمن المنتمين لهذا الصرح العظيم. هذا الصرح ليس فقط في مبانيه الجميلة التي أنهجتنا، ولكن في المعاني التي يكرس لها ويؤهل لها المقدرات من الخريجين من كافة أنحاء السودان من الولايات المختلفة ومن الإقليم. دعواتي بالتوفيق لكل الذين ساهموا في هذا الصرح، ودعواتي بالتوفيق لأبنائي وبنات الطلاب الذين يستفيدون مما أتيح لهم لتلقي العلم الحديث والاستفادة من ثورة المعلوماتية ولثورتهم ثورة التعليم العالي التجلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وحفظا للمزيد من الجهد والاجتهاد يصدر القرار الآتي نصه: 1. يمنح وسام الإنجاز العسكري لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. 2. تمنح نجمة الإنجاز العسكري للسيد الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. 3. صدرت تحت توقيعي في اليوم 24 من شهر ربيع الآخر لسنة 1438 هجرية الموافق اليوم 22 من شهر يناير لسنة 2017 ميلادية عمر حسن أحمد البشيري رئيس الجمهورية. أدعوك السيد الرئيس للتوصية. نحو الوفاق والقرار الوطني
تتشاوروا على مستقبل السودان الذي نريد. التحية لكم، ونحن نترقب هذه الأيام حكومة الوفاق الوطني لنودع الصراع بأشكاله المختلفة والهدامة، ونستشرف مستقبلا واعدا عنوانه الأمن والسلام والوفاق والتنمية ورفاهية الشعب. التحية لكم سيد الرئيس نموذجا يحتذى في إعلاء شأن الوطن والتسامي على الصغائر وتغليب مصالح البلاد العليا. سيد الرئيس، حضور الكريم، نلتقي اليوم في هذا المساء الشتوي الطلق على ضفة النيل الأزرق الثائر لتفتتح وتبارك لنا هذا الصرح الأكاديمي الكبير والاستراتيجي، الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، والتي شيدناها وفاء لوعد قطعناه لكم بهذا الانتقال المبارك في هذا الموقع النشاطي للنيل الأزرق، وبهذه المساحة الكبيرة التي تتجاوز 90,000 متر مربع، وبهذه المواصفات المعمارية والإمكانات العلمية والأكاديمية التي من شأنها أن تضع هذه الأكاديمية في مصافي المؤسسات النظيرة في المنطقة والعالم. الحضور الكريم، منذ تأسيسها في العام 2005 خرجت هذه الأكاديمية المئات من القيادات العليا والوسيطة في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، ولم يقتصر دورها على الداخل، فقد تخرج فيها عددا كبيرا من القيادات العليا والوسيطة من المؤسسات والأجهزة الشقيقة والصديقة في المنطقة والإقليم، نالوا تأهيلا عاليا في برامج الزمالة والدبلوم العالي والماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، وتحتضن الأكاديمية الآن دفعة كبيرة من طلاب الدكتوراه بالمقررات في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، وقد امتدت علاقات الأكاديمية مع عدد من الجامعات والأكاديميات النظيرة في الداخل والخارج، علاقة وثقتها البروتوكولات والاتفاقيات وبرامج العمل التنفيذية. سيد الرئيس، حضور الكريم، يأتي افتتاح المقر الجديد للأكاديمية التي تعنى بالدراسات المستقبلية والاستراتيجية ومعالجة قضايا الأمن القومي بالعلم والمعرفة والمنهج الأكاديمي. يأتي افتتاحها والعالم والمنطقة من حولنا تمر بتحديات كبيرة، تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، فقدت على إثرها شعوب بعض تلك الدول طعم الأمن ونعمة الأمان. ولا يخفى على سيادتكم والحضور الكريم أهمية مثل هذه الأكاديميات ودورها الريادي في بحث مثل تلك القضايا والتحديات بحثا علميا موضوعيا، وتحليلها وتقييمها وتحليل أسبابها وتفاعلاتها، واستخلاص الرؤى والأفكار التي تفيد السياسة العامة للدولة، وأجهزتها المختلفة في التعامل مع مثل تلك التحديات والمهددات والأوضاع. لا سيما بناء كفاءة المنصبين وقدراتهم المهنية التي سمت بهذه المؤسسة، فهي تساهم بقوة في تأمين بلادنا، وأصبحت من المؤسسات الأمنية الفاعلة المقدرة في المنطقة والإقليم، فتنسمت ريادة ألف من التجمعات الاستخبارية.
وترددت علاقاتها وامتدت لمعظم أجهزة الأمن والمخابرات في العالم. وصلت تلك العلاقات تعاوناً أمنياً مثمراً وطورتها اتفاقات ثنائية للتعاون المشترك صوناً لأمننا القومي وأمن شركائنا. جزيل شكرنا وعظيم امتناننا لك سيد الرئيس على رعايتك الكريمة لمشروعات هذا الأمن والمخابرات الوطني. والشكر موصول لضيوفنا الكرام من السادة الوزراء وأشقائنا وأصدقائنا الذين يحتفلون معنا اليوم بمناسبة افتتاح هذا الصرح العلمي والمهني الذي سيكون مشرع الأبواب لمؤسساتنا الوطنية خاصة ولمواطنينا في إطار مسؤولية الجهاز المجتمعية والتي أعلى الجهاز كثيرا من شأنها فإزاحة خدماته على كافة التراب السوداني خدمة للقضايا المجتمعية المريحة. وستقوم أبواب الأكاديمية مشرعة ذلك لأشقائنا وأصدقائنا في عالم من حولنا. ولا يمكن أن نتوجه بالشكر والتقدير لضباط وضباط صف الجنود لهذا الأمن والمخابرات الوطني الذين اجتهدوا لإقامة هذا الصرح العلمي الكبير وقناعتهم التامة بأن عمل الأمن والمخابرات إنما يقوم على العلم والمعرفة. وليتيمهم التام أن هذه الأكاديمية إنما هي رصيدا وذكرا لإخوانهم وأبنائهم الذين يأتون من بعدهم. الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا الصف العظيم. الشكر للشركات السنية وللاستشارة الوطنية ولكل الشركات الوطنية التي عملت في جوانب المشروع المختلف. سيد الرئيس حضوره الكريم على قمة إنجاز نومي وعلى درب العطاء ينتهي. هدفنا بناء وطننا ورفعة أمتنا. لا تذكر لنا عزيمة ولا تليق لنا قلاء. غايتنا واحدة واستراتيجيتنا واضحة هي صون أمننا القومي وسلام لشعبنا الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرى ثمرة تلك التوجيهات وقد تنزلت مباني ومعاني. معاذيركم على المضي قلما على نهج التجميد والمواكبة وتطوير القدرات في هذا المساء الاحتفائي والاحتفالي. نتطلع ويتطلع حضور سيد الرئيس كما يتطلع كافة الشعب السوداني بسماع صوتكم وكلماتكم فهلا تخططتم مشكورا ماجورا مقاتلة الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف الأخوات القابضين على مسؤولية الأمن والأمان في بلادنا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهي تحية يملؤها الفخر والإعزاز، ونحن نسلم عبر ذكرى استغلال بلادنا الحبيبة، وهي تسير بحمد الله وتوفيقه بخطى متسارعة نحو آفاق مستقبلها الزاهر بمشيئة الله. نتغلب فيها على التحديات وتنهض بقدراتها نحو غاياتها المرتجاة لتحقيق رفاهية شعبنا وحقه في العيش الكريم الآمن المطمئن في مجتمع تحوشه أعين ابنه التي لا تنام. ونحن في غمرة احتفالاتنا بذكر استغلال النكيد نتوج هذه الاحتفالات بافتتاح أحد أهم صروحنا العلمية في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمنية، وهي الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية. لأفضلت هذه الأكاديمية ومنذ تأسيسها تلعب دورها المرسوم في الإيفاء برسالتها وأهدافها تدريبا وتأهيلا للدارسين في كل المستويات، وتحقيق التوافق العلمي والمهني للقيادات الأمنية والاستراتيجية. وابتدع قهوة على امتداد البلاد لوقف كافة ولاياتها، وهو عطاء لم يحصل فقط في مجد الدرجات العلمية من زمالة أو دبلوما أو ماجستير أو دكتوراه، إنما ابتدع جهدها المتصل من خلال مراكزها المخصصة في تدريب وتأهيل القيادات وإنتاج المعرفة الاستراتيجية والأمنية، فضلا عن تأهيل الدراسات في البحوث المستقبلية، وهو إنتاج معرفي يشكل رسائل أساسية في صناعة ودعم اتخاذ القرار المتصل بإدارة شؤون المجتمع والدولة. جعل هذه الأكاديمية دورا متعاظما في بدء آفاق تخطيط السياسة العامة من خلال حفظ توظيفها للخبراء والمختصين. الإخوة والأخوات، إن رعاية هذا الأمن وقرار الوطن وبنائه لهذا الصرح الشامل يؤكد لنا الرؤية الثاقبة والفهم العميق لقيادة الجهاز وأبنائه لاتخاذ العلم سبيلا لتحقيق الاستقرار، وهو علم نحتاجه بشدة في ظل التطور، وسائل وأساليب العمل الأمن والمدافع لحماية الوطن ومواطنيه وتحقيق استقرار مستدام وسلام دائم وطمأنينة راسخة في مجتمعنا، وهي رعاية تجد منا كل التقدير والإشادة والدعم والمؤازرة وصولا إلى ما نصب إليه في أدائنا الأمني وتحقيقنا الاستراتيجي. الإخوة والأخوات، لقد نجحت بلادنا وبامتياز في إنجاز حوار الوطن على نحو أكمل ومشاركة واسعة من القوى السياسية لم تشهدها بلادنا منذ استغلالها، ليخرج مطار الحوار الوطني بالوثيقة الوطنية وما اتصل بها من مخرجات أجمع فيها كافة القوى السياسية على كلمة سواء فيما يتصل بالمقاصد العليا للدولة المتبعة، وما يفتح أبواب واسعة نحو استكمال البناء بإنجاز النهضة الشاملة بمشاركة الجميع. وترجمنا هذه المخرجات إلى خطوات تنفيذية على الصعيد الدستوري والقانوني والسياسي، ونوليها بمتابعة دولية لا تكيل ولا تميل وبرؤية تقويمية حتى نصل إلى الانفاذ الكامل، والذي توخينا في إعلان مشروع الوثيقة الذي استهدفنا به إصلاح الحياة العامة في بلادنا في كافة مجالاتها بما يحقق السلام والوحدة والأمن والاستقرار. وإننا بمشيئة الله لماضون في سبيل تحقيق ذلك، وأرجو أن نلتمس هذه السالحة لمجدد الدعوة
لمن تمكن من قوى سياسية داخل أو خارج البلاد أن لا يفوت هذه الفرصة وأن ينضم لرب الوفاق الوطني الذي انطلق لا يلوي على شيء. لقد نجحت بلادنا بجهود أبنائها في كافة مجالات العمل السياسي والأمني والاقتصادي والدبلوماسي في رفع الحظر الاقتصادي الأمني الذي رحبنا بقرار صدوره من الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته باراك أوباما، ونطلع أن يكون هذا القرار مدخلا في تطوير علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات في ظل الأوضاع الجديدة للرئيس دونالد ترامب لخدمة مصالح البلدين بما يعزز الأمن والسلام الدوليين والأخذ بالصلاة وعزم الحديث على ذلك. الإخوة والأخوات، نطلع كثير البيئة الممتازة وفق معايير الدولة والتميز التي توفرت للأكاديمية مضاعفة الجهود العلمية والتدريبية والتعليمية لتحقيق رسالتها في تعزيز السيادة وبناء السلام وتربية الوعي الوطني والمساعدة في رسم السياسات العامة التي تتطلبها تحقيق النهضة الشاملة لوطن آمن ومستمر وناهض اقتصاديا ومتآلف ومتسالف اجتماعيا، كما نطلع أكثر إلى أن تعزز هذه الأكاديمية ووصولها وعلاقاتها بالمراكز الإقليمية والدولية النظيرة للاستفادة من تجاربها حتى تحقيق أهدافها المرجوة في الأمن الوطني يتكامل مع الأمن الإقليمي، لا سيما مواجهة التهديدات المشتركة والتحديات المتجددة، كما أنه مرتبط بمنظور الأمن على الصعيد الدولي والإنتاج المعرفي لابتداع سبل ووسائل والسياسات الاستراتيجية الأمنية وخططها ومشروعاتها وإنتاج يتكامل بالمساهمة الإنسانية الإيجابية، لأن الأمن قيمة إنسانية عليا تتحقق بتضافر جهود كل الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات العابرة في الحدود والمجتمعات. وأخيرا أرجو أن أوقف على أن تنام تدشين مباني الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية مع احتفالاتنا بأعياد الاستقلال اللي هو التعبير الحقيقي لمعنى الاستغلال والتحرر والعتاق، وتأكيد قدرات أبنائنا بالإنجاز والتطور، وهو إنجاز يستوجب الحمد لله رب العالمين والشكر والترديد مع ذلك لمنظومة الأمن في بلادنا قيادة ومنسوبين، وشكركم على ما قمتم به وتقومون به لحماية بلادكم وصون استغلالها وسيادتها ورفعة شأنها. وأرجع أن أؤكد عرضكم لأبناء شعبنا دعمنا لا محدود بجهود تعزيز قدرات منظومة بلادنا الأمنية والدفاعية والشرطية، وهي مصدر عزتنا وفخرنا والداعم لجهودنا في تحقيق السلام والوفاق الوطني بإذنه تعالى. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.